Sen neredesin? Allah Allah. Bir saattir seni bekliyorum. Aç kaldım. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله، نبدأ حلقتنا الجديدة عن محلات الملابس. ألبسة مازلري، ألبسة مازلري، محلات الملابس. دخلنا محل الملابس، أريد نسأل عن القسم الرجالي أو قسم النساء أو أي قسم من الأقسام. بكار مسنز، عفوا لو سمحتم، ياردمجي olabilir misiniz؟ ياردمجي olabilir misiniz؟ هل يمكنكم مساعدتي؟ يجي موظف، بويرون تفضل. أريد أسأل عن قسم الرجالي، أركيك بولومو نارده؟ أركيك بولومو نارده. إذا سأل قسم النسائي، كادن بولومو نارده؟ كادن بولومو نارده. إذا سأل قسم الأطفال، تشوجوك بولومو نارده؟ تشوجوك بولومو نارده. لنفترض طلع القسم الرجالي في الطابق العلوي، راح يقول الموظف يوكرا تشيك، اصعد الاعلى. واذا بالطابق السفلي الشاو ان، انزل للاسفل. اتجهت قسم الرجالي، استقبل احد الموظفين وسالته اذا اريد بدله رجاليه. بير تاكم البسه almak istiyorum. Bir takım elbise almak istiyorum. İza tesel muvazif an kıyasi, bedeniniz kaç? Bedeniniz kaç? Kam huwa kıyasuk? Bedenim 50. Bedenim 50. Kıyasi 50. أريد أجربها. دينية بلير ميم، دينية بلير ميم. راح يجاوبني تبي طبعا. راح أسأل عن غرفة القياس، سويون ما كابيني نردة، أين هي غرفة القياس؟ لبست البدلة، فرضا طلعت علي واسعة، بو بنا جنيش، بو بنا جنيش، هذه واسعة علي أو تطلع ضيقة. بو بنا دار، بو بنا دار، هذه ضيقة علي. مثلا طلعت البدلة واسعة علي، أريد قياس أصغر. راح أسأله دا كتشوك نمرة ستيونوم، أريد قياس أصغر أو طلع ضيقة علي، أريد قياس أكبر. ده بيوك نمرة ستيوروم، فياتو نكدار، كم السعر؟ طالب السعر مثلا طلع غالي، أوه بو تشوك باهالو، أوه بو تشوك باهالو، إنه غالي جدا. أريد أنزل من سعره، إيش أقول؟ بنا يوزده يرمي، اندرم يا بابلر مسنز، هل ممكن أن تخفض من سعره 20%؟ أريد ألقي نظرة على القمصان، أحسل قوم لك لره باك ماك ستيورم، قوم لك لره باك ماك ستيورم. أريد قميص ذات كم طويل، رزون كله قوم لك ستيورم،
أو أريد قميص ذات كم قصير. كسا كولو جوملك ستيونوم. كسا كولو جوملك ستيونوم. مثلا كان لون القميص ما عجبني. بورنجي سيف ميونوم أو بورنجي سيف مام. أنا لا أحب هذا اللون. باشكا رينجي فارما. باشكا رينجي فارما. هل يوجد لون آخر؟ أريد قميص صيفي. يازلك جوملك استيونوم. أريد قميص شتوي. كشلك جوملك استيونوم. إذا أريد كنزة أو بلوز بير كزاك ألمك ستيونوم. بير كزاك ألمك ستيونوم. أو جاكيت بير جاكيت ألمك ستيونوم. بير جاكيت ألمك ستيونوم. نفس الشيء جاكيت. أو معطف بير بالتو ألمك ستيونوم. بير بالتو ألمك ستيونوم. أو بنطلون بير بنطلون الماكسيونوم. بير بنطلون الماكسيونوم. أعرف نوع القماش مال الكنزة أو البلوز. قماشن جنسي ن. قماشن جنسي ن. أريد أشتري حذاء. أيا كابو الماكسيونوم. أيا كابو الماكسيونوم. هيسألني عن نوع مقاس قدمي. أياك نمرنز كاتش. أياك نمرنز كاتش. مثلا قياس 42. كرك إكي. كرك إكي. أتسعى نوع الجلد. ديرينين جنسي ندر. ديرينين جنسي ندر. أريد أخذ حذاء أما برباط أو نقول قطان. باجكلو أياكابو ستيورم. باجكلو أياكابو ستيورم. أو أريده بدون رباط أو قطان. باجكسس أياكابو ستيورم. باجكسس أياكابو ستيورم. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون لايك، تشتركون بالقناة، تفعلون جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. قرشروز.